أمبيليا منطقة بلدية تابعة لولاية نابل الوطن القبلي، منطقة صناعية لها وزن كبير من حيث اليد العاملة وتوفير مواطن الشغل، لكن هنا مواطنون يشتكون من البيئة خاصة فضلة المصانع وما يمكن أن ينجر عنها من تلوث بيئي. المنطقة الصناعية تاخذ وتعطي باهي مش باهي. مشكلة. يودي الزقوات والوسخ وكل شيء وقاعدة موجودة ورا، موجودة. صراحة. يس موجودة. كلها تشوفها كلها هذه كلها زقوات، التفاحة والكراب حتى الواد هذا ديريكتور. كلها كيما هكا. الوسخ هاك تشوف كيفاش وسخ راهو بصفة عامة راهو يسر بصراحة. بالإضافة للمنطقة الصناعية بجرومباليا، وحين تقوم بجولة وسط المدينة تلاحظ الانتصاب الفوضوي خاصة على الطرقات، عدم احترام الأرصفة وانتصاب عشوائي، لكن الأسباب تعود إلى عدم تهيئة السوق البلدي بالمدينة. ماذا بينا الرجل مرشي؟ ماذا بين الرجل مرشي فضل وعسر وصوت وشيء؟ عام أنا ونحن في المطار وفي الريح وفي الهواء وفي السموشات والسلعة ما كتعرف حساسة ياسر الخضرة في سما تفسد من الريح والواحد والهواء والسمش. السيستام اللي عملوه بتاع نصب ما هوش سيستام بتاع خضرة، الأحواض اللي عملوهم ما همش بتاع خضرة بتاع حواتة فهمتني؟ ونصب ولو صغار والباب زوز نصب في باب فهمتني؟ اللي كان كل واحد وباب وكل شيء تولت كله كل زوز نصب ولت في باب معناه أنا وهذا جيران لا تفهم الكليون ولا داخل لي ليا ولا داخل لي هو. انتصاب عشوائي واستغلال الأرصفة من قبل الباعة وعدم تهيئة السوق البلدي في الأجيال يقابله وعدم استغلال سوق الجملة بالرغم من البنية التحتية الممتازة وموقعه المتميز. أنا قلت لك هذا فهمت يسبوا فيه الفضلات كانت رواح راجع ما نحكي لكش للواحد المصلح زاد كيف كيف تشوف باب تاع انت كي تدخل تو تشوف باب تشوف انا بحذا البلديه هذا انا هاهم صب من تالي من غاديك ردوا زاد هاد المفضلات كل يصبوا فيها غير كيفاش بلديه تحط ترخص يحطوا فمك بلديه خويا تنظف تنظف ناقصه يس ناقص فهمتني غير الخدمه نفسها جاد فهمتني مسخ. كرومباليا التي كانت منذ القدم عاصمة للوطن القبلي تعيش اليوم على وقع إعادة صيانة كاملة وانتصاب عشوائي وعدم استغلال سوق جملة قادر أن يوفر مواطن شغل جديدة.